محمد وآل محمد صلوات الله وسلم. Tonight's madlis is for the Isala Sawab of Marhum Murtaza Akbar Chagani. We request all those who are reciting Quran to continue their supara at home, inshallah, and give the hadiyah to the Marhum. Muhammad wa Ali Muhammad, salawat. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطر لي وإليه ترجعون. أتخذ من دوني آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ضل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرا سورة مباركة الفاتحة
بر محمد و آل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخدع لها كل شيء وزل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعزمتك التي ملعت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملعت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تعزيني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني ترحمني وتجعلني بقسم قراضيا قانع وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا شيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت على إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أقلت وكم من إصار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم أزم بلائي وأفرط بي سوء حالي
وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وهبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيني عدوي فغرني بما أحوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مزعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وساقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما من توى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضيا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تعبد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا ولا ألسن نتقد بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى زمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشئة وعلى جوارها سعت إلى أوتان تعبدك طائعة
وشعرت باستغفارك مزعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بقاه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها زج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين إليك بقاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت ويا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين فتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها وبمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه
أم كيف يرجو فزلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات؟ ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فزلك ولا مشبه لما آملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمته حكمت به من تعذيب جاهديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا أو مبتدئا، وتتولت بالإنعام متكرما متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل كبيه أسررته وكل جهل أملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أزهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي وما لك ركي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بدري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وبأعمالي عند مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواره، واشدد على عزيمة جوانه، وحبلي للجد في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاكين، وأدنو منك ذنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وخصهم زلفة لديك،
فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واقلني أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت علي على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم العجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء ذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاه البكاء يا سابغ النعم يا دافي النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا لمن لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا صلى على محمد وآل محمد سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلوات على محمد وآل محمد One more time برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sayyid Shabir Kirmani, respected elders, brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah al-Mubarakatul Fatiha is requested for the Isal-e-Sawab of Marhumeen listed on the screen and for all other Marhumeen
سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. I am Mayujib is requested for the names listed on the screen and for all those in need here and elsewhere. Let us recite together, inshallah, five times. I am Mayujib. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul mutarra izadahu wa yakhifussu. Amman yujibul mutarra izadahu wa yakhifussu. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ صلوات. Sixth grade interest survey. Wise Academy is assessing whether to offer the sixth grade in the year 2024 and 25 school year. If you have a child entering the sixth grade, we would love to hear from you. Kindly fill out the short questionnaire by going to the link on the screen as shown on the screen, and we have a flyer on the screen as well. Kids feed kids. Another announcement I have. Allah tell us in the Quran, whatever we give away generously with the intention of pleasing Him, He will replace and multiply. Please join us tomorrow, February 23rd at 5:30 p.m. for our Kids Feed Kids event to make Ramadan boxes for 500 local Muslim families in Orlando Tri-City area. If you can join us, please RSVP at the link given on the screen, tinyurl.com. MAH Kids Feed Kids. For more information, you can check our NL or the WhatsApp broadcast as well. Ladies program. On Saturday, March 2nd and 3rd p.m., at 3 p.m., there will be a celebration for all the Shaban Khushalis as well as Sufro of Imam Zamana Ajallahu Ta'ala Farajahu Sharif. To RSVP, inshallah, please go to the link on the screen or contact Sister Jamila Ghulam Hussain at 407-255-5112. The link has also been sent in the newsletter as well as the WhatsApp broadcast. To contribute towards the Tabarruk, please contact Sister Rafia Nathani at 407-921-7454. All ladies are invited to attend the celebrations, inshallah. Children's Quran Khani program. This year for Shahr Ramadan, we will be conducting, in addition to the regular Quran Khani for adults, a special Quran Khani for our children ages 5 through 12. This is a great opportunity to help our kids read and engage with the Holy Quran during the blessed month of Ramadan. To sign up, please contact Sister Zahra Mulu at 321-274-6212. Or Sister Hina Zaidi at 407-687-3436. The deadline to register is March 7th. Don't miss out on this opportunity. Parking policy. The management would like to remind all community members that parking along the curb of the mosque is not permitted. When vehicles are parked in no parking zones, it creates a congestion and unnecessary problems for those dropping off the disabled and elderly. We request that you use one of the ample parking spaces available. Thank you for your cooperation in ensuring the safety of all those who attend the majalis and the masjid as well. We have a diagram on the screen we can look at as well. At this time, I would like to invite Dr. Kirmani to give tonight's lecture with a loud salawat. اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد. احسنت. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله أنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العلي العظيم. زينوا مجالسكم بالصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. My respected elders, brothers and sisters in Islam and Iman here in Florida or across the globe, wherever you may be hearing my voice, Salamun alaykum jamian wa rahmatullahi wa barakatuh. Question: what is the difference between abd and abid? When we come to Allah subhanahu wa ta'ala and rediscovering the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, the way of a life of, that Allah has given us, when we come to rediscovering the divine, Allah subhanahu wa ta'ala, and trying to understand the Quran, Islam at large, and the Ahlul Bayt, coming to it, we need to understand some fundamental elements of the equation so that we can get closer to Allah subhanahu wa ta'ala on our journey and get closer to Kamal. And in that understanding, we need to understand first things first. We need to understand the terminology that Allah subhanahu wa ta'ala uses. We need to understand the words and the phrases that Allah subhanahu wa ta'ala uses. The same way that if I want to learn about accounting or business or something of that nature, I need to know the elements and the terminology of, for example, what are debits, what are credits, what are, you know, all of these things that may go, and otherwise I don't have a language to speak. So in this journey towards Allah subhanahu wa ta'ala, I also need examples. Because once I learn the terminology, that's not enough. I need to know examples of where this actually applies. So you'll notice that Allah has given us terminology. Allah has also given us examples. And this is something that becomes clear as we get a closer and a deeper relationship with the Qur'an al-Majid wal-Furqan al-Hamid. And then when you understand that, you understand the connection between the Qur'an and of course the Ahlul Bayt, and how both of these elements come together to point us to the Divine, which is Allah subhanahu wa ta'ala. To that end, I want to discuss with you tonight, very briefly on this Thursday night and Shembe Jum'ah, where we are able to recalibrate and reposition ourselves as to where we are going in life and where we should be going in life, towards Allah subhanahu wa ta'ala, of course. How can we reconcile and understand how to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala through His book and through the examples that Allah subhanahu wa ta'ala has given? Therefore, to that end, I want to look at what does Allah say about, for example, what it means to be a servant of Allah subhanahu wa ta'ala versus a worshipper of Allah subhanahu wa ta'ala. How does this relate to the examples that Allah has given us in terms of prophets, imams, and awliya? And finally, with respect to this, how is it that, particularly on a Thursday night like this, it is this message that the Qur'an talks about, how does it get fully exemplified through the message of Imam Hussein alayhi salam and the Ahlul Bayt at large? This is what we'll look at, inshallah, tonight in the few moments that we have together. Wherever you are, here in Florida or across the globe, from the bottom of your heart, send a salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salam. At the first level, Allah subhanahu wa ta'ala, He tells us when He sent, and He tells us about the story of the creation of Adam. And when He tells us about the story of the creation of Adam, you'll find in this creation, in various parts of the Quran, Allah tells about the creation of this
of this creation of Allah, where he says that I created him with my own two hands. خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. And then he says at another moment, he says that, and then I blew my spirit in him. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. And then I give him my spirit. And then eventually Allah subhanahu wa ta'ala says, فَقَوْلَ لَهُ سَاجِدِينَ. And I told all of them, that is the angels, to all of them to prostrate. And the creation to prostrate. In that moment, there was also an individual by the name of Iblis, who was also told to do sajda to Adam. Now, Iblis, who's also, for example, if you take the, if broaden the term, and you take the devil or shaitan, you'll find that he's also known as Lucifer, for example, in the Bible, and in Christianity, and other books. And you'll find that this was someone, if you come to the Islamic belief system, Iblis was someone who was worshipping for a long time. He was not new to worship. In fact, you'll find that he was worshipping, some narrations say, over 6,000 years. And he was one of the best worshippers of Allah subhanahu wa ta'ala. Yet, in that one moment, or in that one critical moment, he didn't perform the way that he was intended to, or was supposed to. Why? What is that important? This brings me to my point, which is, Alama Tabatabai in Tafsir al-Mizan, as well as other ulama, but in particular, Alama Tabatabai highlights this, in the Tafsir of Surah Al-Hamd, Surah Al-Fatiha, where the statement is used, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. And there's a big difference. You alone do we worship, for example, and you alone do we seek help. Now, in this concept, there is a difference in terms of what is abd and what is abid. Abid, firstly, is someone who worships. An abid is someone who's reciting, is for example, doing the namaz, roza, hajj, zakat, khums, all of those necessities. An abid is a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. An abid is someone who is a slave of Allah subhanahu wa ta'ala. That means whatever Allah says, that person, that entity does. And so if you come back to the example of Adam and Iblis, you will find that Iblis was an abid in some sense. But he was not abd. Adam was abd. That's why when we recite our salah, we say, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. He is a servant. The height of spirituality is to be a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. True servitude is that I bow down before Allah subhanahu wa ta'ala and no one else. That doesn't mean that I am acting all arrogant to everyone else, right? That doesn't mean that. That means that I answer to Allah subhanahu wa ta'ala, and in this dunya, everyone else is a creation of Allah, a project of Allah that I should have akhlaq towards. I should have affection towards. I should understand they are toward a journey of Allah. They are towards a journey of Allah subhanahu wa ta'ala, towards Allah subhanahu wa ta'ala. As the poet Iqbal again says, that وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. This idea that if you do one sajda to Allah sincerely, truly, that gives you an alleviation and freedom from thousands of sujood to other entities, other idols. Not the sujood of, for example, just doing other sajdas to Allah. What I mean is, what the tafsir, or the meaning of this, I should say, is that we are sometimes giving sajda to different forms of idols in life. Sometimes we're doing sajda to someone who will write us a check, not literally, but metaphorically. We're doing sajda to this and that entity. But if you truly prostrate to Allah subhanahu wa ta'ala in the truest sense, you become alleviated. That's why when it comes to la ilaha, the secret is found in what is abd. Abd is Rasulullah. Abd are the a'imma. They teach us how you can be totally free. When it comes to abid, you may find many people who are in the category of abid in life. Abid, they may even have the signs and the marks. They may be doing although there's nothing wrong with that. I'm not saying that negative. Huh? We sometimes go to the other extreme. But what I mean is, namaz is being done, hajj, zakat, khums, all of those things. And those are important. Please don't get me wrong. But what I mean by that is doing what is necessary, and one may be an abid. But the higher state of that is above to being an abid, is being an abd.
And that's when we understand the tests of the Aimma and the tests of the Prophets. And what that means is, if you want to understand what this means, the whole totality of this comes in what Imam Hussein alayhi salam said in Dua Arafah. My Lord, what has he gained who has lost you? And what has he lost who has gained you? There's a principle that Imam Hussein alayhi salam lays out. And that principle is this, that you, if you aim to please society and many, you will end up pleasing no one. But if you aim to please one, that is Allah subhanahu wa ta'ala, that is more than sufficient. That is all that matters. Allah subhanahu wa ta'ala is what you should be and I should be focused on in terms of pleasing. That's why the story of Karbala is a story of sacrifice. It is a story of tragedy, no doubt. But it's also a story of love of Allah subhanahu wa ta'ala at the highest level. And it's this Imam who teaches us based on the teachings of his grandfather Rasulullah and the teachings of the prophets who came before. That's why we recite in Ziyarat al-Warasa what we recite every Thursday. And so the principle is very important. First point. Second point, when it comes to this notion, you and I have this opportunity to also be an abid and also go from being an abid to the height of trying to be an abd. How? Abid is Allah subhanahu wa ta'ala tells me read namaz, I will read namaz. Alhamdulillah. Very good. Excellent. Must do. But then Allah asks me, for example, I want you to forgive that mu'min, not for their sake, for my sake. That is to do taslim of what Allah willed. Ya Allah, I'll do it to you, I'll worship you. This is what Shaitan was saying. I have no problem worshiping you. But Allah said, no. Allah tests us where it is difficult. Because the question is, do you love your ego more, or do you love Allah subhanahu wa ta'ala more? And that's where the rubber meets the road. You don't think Ibrahim alayhi salam loved Ismail? You don't think Imam Hussein loved Bibi Sakina? You don't think Imam Hussein alayhi salam loved his children? What I'm saying is that's where the test comes in. Of course, their test is separate. You and I are not tested, alhamdulillah, the way Imam Hussein and Nabi Ibrahim are. That's a really high test. But the question is, we're tested in some way. And many a times the test is what Allah said in the Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. You'll be tested. Fear, loss of life, loss of wealth, loss of children, loss of all of these things. And so now comes the question, I'm drawing to a conclusion, towards my conclusion here is, as the Shahr Ramadan is around the corner, it's ample, it's preparation, but also a moment to change ourselves spiritually. And what that means is, fasting is that one thing which there is no riyah in it, there is no showing off in it, there's no ego in it and arrogance, because you're not commanded to do anything, you're commanded to refrain from something. So for example, I can stand in the masjid and pray a lot of salah, maybe, we have no right to judge anyone's niyah, by the way, right? The niyah is with Allah subhanahu wa ta'ala, between the person and Allah. But someone, if they're trying to, you know, maybe show to the people, for whatever reason, you can do that as external. I'm doing it in extra form, something. But in fasting, you're staying away. So it's truly something that is for Allah subhanahu wa ta'ala. But that's one layer. There's deeper layers. The deeper layers are, what if I take this into my spiritual life beyond Shahr Ramadan and into my life forever? I can move mountains through Allah subhanahu wa ta'ala. You see, the principle is that you take one step towards Allah spiritually, Allah takes 10 towards you. Because Allah is never distant. If you remember what Imam Al-Kadhim said to Abu Hanifa, who was saying that, you're praying when people are walking by, and it's spoiling your salah, it's messing up your salah. And he said that, doesn't Allah say in the Quran, نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, that we are closer to you than your jugular vein? So the principle being that Allah is there. The question is our connection to Allah there or not? Are we tuned into the channel of Allah subhanahu wa ta'ala, so to speak? The channel is always transmitting. You drive in your car, and if you're listening to the radio's frequency is always coming. It's, are you tuned into the channel of the news or whatever you're trying to listen to? So Allah's signal is always there. The question is, are we tuned into Allah's station, so to speak, in Allah's channel, for example?
And so the same principle applies there. So now coming to this, we have an opportunity to serve in our lives. The opportunity to serve Allah subhanahu wa ta'ala, but all of our service is to Allah subhanahu wa ta'ala. Even the service that we do to others is ultimately service to Allah subhanahu wa ta'ala. Whether it's feeding, whether it's clothing, whether it's charity, whether it's time, whatever it may be. All of these things I do for Allah subhanahu wa ta'ala. And you know, if you do it sincerely for Allah, Allah will make it known either today or tomorrow or sometime, whether you like it or not. Just trust Allah subhanahu wa ta'ala. So the principle is tonight, try to see, ask myself, I ask myself first, am I an abid or am I an abd? Is it something external based or is it internal based? And what is that thing that maybe tonight and tomorrow and the day after, one thing that Allah wants me to conquer in terms of my nafs, that I can go away from nafs al-ammara, that I can go towards my fitrah. The poet says, "Bade muzi ko mara nafse ammara ko gar mara, nahango ashdaro shere nar mara to kya mara." Zalk. It's over a 200-year-old poem or 150-year-old line of poetry. "Bade muzi ko mara nafse ammara ko gar mara." This nafse ammara, it's a very stubborn enemy of ours, so to speak, and it pulls us towards that which is we should be protecting ourselves from. And then the next line he says, "Nahango ashdaro shere nar mara." He's going through all of the serpents and lions and all of those threats that we may have. If you defeat those, that's not a big deal compared to defeating this. We all have an animal, a beast inside us that we need to tame. And that's where Islamic spirituality comes at the forefront. Having said this, tonight it's Isal al-Sawab Majlis for one of our dear marhumin, which it's shocking to even be able to say. Marhum Murtaza Chagani. I was just traveling. I was in the Carolinas for lecturing, and I was a bit shocked. You know, you never know when's the last time you'll see someone, and it's devastating. He was someone who served endlessly, as far as I saw. He served day in and day out, whether it was kitchen or seniors or Mayit committee. And I think he left a beautiful legacy in that service. What I saw and what we saw and what we didn't even see. And it's heart-wrenching. And in Islam, we are actually told to think about death frequently. Not in a morbid way, not in a negative way, not in a demoralizing way, not in in something that's negative, rather in a much positive way. Meaning, if you're still breathing, you have an opportunity to correct things. If you're still breathing, you have the opportunity to reflect on a loved one or a friend or someone who was with us yesterday and no longer with us, but we are here. So if I have some issues with someone else, for example, while I'm alive, I should make amends, for example. If I have been, I have not done well to someone else, I should make the most of that. So in this concept, or if I've not been serving and I wanted to serve and I had this admiration that I want to serve, make that moment that you have right now while you're breathing and I'm breathing to serve in some way, some capacity. Don't postpone your life until death. As Rasulullah told Abu Dharr, he said, make use of five before you lose them. And one of the things, as you know, he said, make use of your life before your death. The same way you must make use of your youth before old age, your wealth before poverty, for example, your free time before occupation, your health before sickness. So death is something that is haqq that we'll all experience. But while we are alive and breathing, we have the opportunity to change and do things even better. If we're doing them well, alhamdulillah. If we have the opportunity to do them even better, alhamdulillah. And so we should try to understand this. None other exemplified that life is not to be measured by its length, rather, life should be measured by its weight, by its substance. None other than Sayyidu Shuhada, Aba Abdullah. Many people came who lived longer than Aba Abdullah. Many people who were there in the camp of Imam Hussein, they were 33 or 32 or 24 or 28 or 18 or 13. They were young. But their lives, and they have become immortal beyond any numbers. As the poet says, Bujhaya ik diya
شہنے بہتر ہو گئے روشن بجھایا ایک دیا شہنے بہتر ہو گئے روشن اندھیرا خود پریشان ہے بجھا کیا تھا جلا کیا ہے. He says, there was one candle that Sayyidul Shuhada in the middle of the night, right before the day of Ashura, in the middle of the night, he extinguished one candle, telling his camp, he's saying, look, tomorrow there will be a bloodbath, there will be bloodshed, they will kill us. We're in a small number, there's many on the other side. You're not on the camp of physical victory, meaning in terms of the dunyavi perspective. Yes, we'll win in the long run, no doubt. The name of Hussein reigns supreme, no doubt about it. But there'll be you're not going to get what those guys on the other side are promising, for example, wealth and power and property and political advantage. You won't get those things. So he said, if you wish, leave. In fact, I take zamana of you that I will give you shafa'a. You have nothing to lose. And then nobody moved. To the point that Imam Hussein said, maybe you're embarrassed that, for example, you'll leave and people will say things and talk. So if that's the case, you know what I can do for you? Just say, I can tell you to take one of the children from the family back home to Medina. And so you have a reason even as to why you left. You can say, I went to escort and take, as an entourage, take someone from Ahlul Bayt back to the house. Still no one moved. He said, okay, maybe you don't want me to see you while you go. Then I'll extinguish the flame. He extinguished the flame. And still not a single person moved. Who are these people that Imam Hussein alayhi salam himself said, neither my father nor my grandfather had supporters, companions like this. These were a different breed who they themselves said, Aba Abdullah, 1,000 times over for you. This is what coming to the Imam of our time who will be commemorating this weekend, this is the type of companions the Imam is waiting for. The Imam of our time. You know, a poet said, very beautifully, said, Karbala aaj bhi hoti, to bahattar hi hote. The principle being that even if it happened today, we say that, Kaash, ya laytani kuntu ma'akum. I wish I was with you, Ya Aba Abdullah. Very easy to say. Very difficult to do. If Karbala happened today, there'd still only be 72. It takes a lot. This was Sayyid al-Shuhada. I'm leaving everything, but Sayyid al-Shuhada is an elixir. He's a kimia. He's a really an antidote to the difficulties that one faces, but also teaches us how to be calm in the storm. That if you looked around, you would see chaos, seemingly. You'd see blood. You'd see difficulty. You'd see travesty. You'd see a battle. But if you were to peek and glance into the heart of Sayyid al-Shuhada, you would see what the Qur'an said, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَعِنَّةِ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً. O soul that is at rest, how can someone be in such a turbulent storm at rest? This is what Sayyid al-Shuhada teaches us. This is what Rasulullah teaches us. This is what the Ahlul Bayt teach us. Trust in Allah and trust your affairs to Allah. You have nothing to worry about after that. You have to put in the effort. But Allah takes care of the rest. What Imam Hussein said, إِلَهِ قَدْ وَفَيْتَ أُوفُ بِأَحْدِكَ. My Lord, I fulfilled my promise, you fulfill yours. عزدارو شب جمعہ دو جملے سن لیجئے. کہتے ہیں کہ ایک مرحلہ یہ آیا, نقن صاحب اور دیگر علماء بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے آخری مراحل میں تھے اور جب اشقیاء ان کو شہید کرنے جا رہے تھے, کچھ کہہ رہے تھے, آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ حسین کو زندہ ہی ذبح کر دیا جائے, کچھ کہہ رہے تھے نہیں, حسین بس ان کی روح پرواز کر جائے پھر سر قلم کر دینا. ایک مرحلہ یہ آیا کہ ایک تیسری گروہ تھی اور تیسرا گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حسین زندہ ہیں یا ان کی روح پرواز کر گئی. ایک لائن نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کیا کیسے بتایا جائے کیسے بتایا جائے. اس نے کہا کہ میں ایک شور بلند کرتا ہوں, ایک آواز بلند کرتا ہوں اور پھر پتا چل جائے گا کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں. اس نے آواز بلند کی, اس نے کہا کہ خیموں کو لوٹ لیا جائے, حسین کے خیموں
میں لوٹ لیے جائیں جب یہ کہا حسین علیہ السلام امام نے اپنے آپ کو سنبھالا اور انہوں نے رخ کیا اور کہا اے اشقیا کیا اگر تمہارا کوئی دین نہیں اور ایمان نہیں اور آخرت پہ کوئی یقین نہیں تو کم سے کم حریت پسند ہو کم سے کم اس دنیا میں حریت کا دامن تھامو یہ وہ مرحلہ تھا خدا جانے حسین نے کیسا یہ منظر سنبھالا ہوگا مگر میں دس بستہ کہوں گا سلام ہو میرے اس مولا سجاد پر جو 40 برس کہتا رہا الشام 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 على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلى الله عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. If you could please recite a Fatiha for Marhum Murtaza Chagani as well as for your Marhumin, for our Marhumin, and for all those who do not have someone to recite a Fatiha for them in this night. Surah Al-Mubarak Al-Fatiha Ma'a Salawat. Allahumma salli ala. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا وارث عدم صفة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرزيت بي يا مولاي يا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من ملهمات ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الحادي المهدي
وأشهد أن الأئمة من بلدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشراعي ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم مطبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت بي. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وعبداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي، تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم سلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأخوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المعاصي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتحقت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه خيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقق الله بدرجة كعبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا أختك فاطمة السلام عليك يا أختك زينب وأم كلثوم المرضية وبنتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر القاذم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيئنا وشفيء والدينا في يوم الجزاء، وفقنا الله زيارتك يا مولى، ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن علي الجواد وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي الأسكري والحجة القائم. السلام عليك يا صاحب الزمان علمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن وكعبة الإيمان وإمام الإنس والجان. أجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعة وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلني في أعوانه وأنساري. اللهم صل على محمد.